مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج على أقوام، جمع من الناس. أريدكم أن تتخيلوا هذا المنظر، لهم أظفار من نحاس، وتخيل الظفر إذا صار نحاسا. قال يخمشون وجوههم، طبعا الدم يسيل، وصدورهم. تخيل إنسان أظفار نحاس يخمش وجهه وصدره والدم يسيل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل؟ فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، بل سأل أصحابه عن الغيبة، قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. تتكلم على إنسان شيء ما يحب تقوله، يا أخي تشعلك منه، زوجته ولا عياله ولا لبسه ولا شكله ولا كلامه ولا شعلك منه. رجل فعل فعلا، اتركه لحاله. بعض الناس مثل ما قال ابن القيم عنهم، تجده متورعا عن الفواحش كلها، حتى السنن يفعلها، ما شاء الله عليه، لا صغيرة ولا كبيرة إلا متورع عنها. قال: ولسانه يثري في الأحياء والأموات ولا يبالي. ما يلفظ من قول، لو نص كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الحسن البصري يوم من الأيام سمع أن قوما اغتابوه، تكلموا عليه، فأراد أن يعظهم. تدرون ايش سوى؟ أخذ سلة من رطب فأرسلها هدية إليهم، ناس يغتابونه، يرسل إليهم هدية. قال: علمت أنكم أعطيتموني من حسناتكم. أنت لما تغتاب إنسان، والله لو فاجر، والله لو إنسان رايح فيها، تتكلم عليه، تعطيه صلاتك، صلاة الفجر تعطيه إياه، تعطيه قيام الليل، تعطيه صيام النهار، تعطيه قرآنك الذي تقرأه، تعطيه صدقاتك التي تتصدق بها، كلها تعطيها إياه. حرام، تتعب وتنصب وتصلي وتصوم وتوزع حسناتك على البشر. قال: تعطونا من حسناتكم ولم نجد أفضل من هذه الهدية نعطيكم إياها. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أنا لو كنت في مجلس وفي غيبة وفي إنسان يتكلم على إنسان مو حاضر بما يكره، أقول يا فلان جزاك الله خير، اسكت، لا تتكلم عليه، اتق الله في نفسك وأمسك عليك لسانك، قل خيرا أو اصمت. لو أصر، لو أراد أن يقولها مرة ومرتين، رد عن عرض أخيك. تعرف شنو أجرك؟ من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، يوكل الله لك ملكا يوم القيامة يحفظك من جهنم. هذا لو كنت حريصا على نفسك وعلى حسناتك، فإن ذكرته ونصحته وذببت عن عرض أخيك فلم يرتدع، سلام عليكم، وقم من هذا المجلس. إياك أن تجلس في مجلس يغتاب أحد أحدا، بل والله هناك مجالس مغيبة، سب لله ولرسوله، كلام فاحش بذيء، كلام قذر. لو جلست في هذا المجلس أنت والمتكلم سواء. إن الله جامع المنافقين والكافرين اللي سبوا في جهنم جميعا. لو سب دين الله أو سب أحد رسل الله، أخي الحبيب، لسانك، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان.